تحياتي للكابتن مصطفى عبده وبرنامج المجري، تحياتي للنجم الخلوق اللي النهارده الكابتن مصطفى بيستضيفه. الحقيقه انا كان لي علاقه بالكابتن محمود صالح، علاقه كبيره جدا. انا عملت حادثه ورجعت من انجلترا على اعاده تاهيلي تاني، فوجئت بان كابتن ماهر همام اعتزل وكابتن محمود صالح مسك المكان ده. الامن والامان، الاخلاق كلها تلعب مع محمود صالح. كان ليا الحظ طبعا ان احنا نلعب مع بعض. ما تحسش بيه خالص، ما فيش كلمه واحده سمعتها منه في الملعب زيه زي معظم لعيبه النادي الاهلي. اداء رجولي جدا، سريع جدا، بيجيب اهداف. نجم في المكان بتاعه فوق العاده. يعني لما تلعب مكان ماهر همام وتبقى بنفس الاداء وبنفس السرعه وبنفس الشكل ده، فاحنا كنا محظوظين بيك يا كابتن محمود، وسعيد ان انا هتفرج عليك النهارده مع نجم مصر كابتن مصطفى عبده. هتقول ايه لشريف عبد المنعم؟ وشريف ده كان لعيب جامد طبعا. هو ذكر الحادثه دي جت اعتقد 86، كان هو حسام البدري معه. كان لسه صغير، كان عنده تقريبا 26 سنه بالظبط كده، ده اقل من كده. وكانت اصابه شديده، بس النادي مشكور الحقيقه صفره لندن في الفتره ديت، ورجع فتره لعب بعدها. لعب وكان عنده عزيمه غير عاديه، وكان ممكن يكمل على فكره. كان ممكن يكمل، كان ممكن يكمل. احنا يعني الحادثه وبالشكل والاصابات اللي كانت، قلنا خلاص ده ما ينفعش. يعني مش هيقدر، لما هو عنده عزيمه بصراحه. لا لا، وانا بقى انا طول عمري انا كابتن شريف لعب برضه صغير 17 سنه هو وانا كنت لسه بشجع النادي الاهلي. ومن احسن اللعيبه اللي جت في الحقيقة النادي الحقيقة الاهلي الحقيقة. ولو في احتراف فعلا انا كابتن برضه كان يحترف سهل جدا، كان يقدر يحترف في اوروبا. كان هو ومحمد عباس وكابتن مصطفى عبده وكابتن خط، يعني معظم الجيل ده كان يقدر يلعب يحترف. لا ابالغ ان انا اقول في اكبر انديه اوروبا حقيقي. الحمد لله، الحمد لله.